ينظر رواد موسيقى الروك والهيب هوب العرب إلى إنتاجهم على أنه محاولة لبناء إرث جديد ينطلق من الجذور الفنية المحلية، متحديا الأحكام المسبقة في الشرق كما في الغرب. في السنوات الماضية تزايدت شعبية فرق مثل مشروع ليلى اللبنانية وأوتوستراد الأردنية، ومغنين مثل ياسمين حمدان اللبنانية ونارسي العراقي ومغني الراب الفلسطيني مقاطعة، وفرضت هذه المشاريع نفسها على المشهد الفني البديل في المنطقة العربية. ويمزج مغنو الموسيقى البديلة وفرقها الشابة الروك والريغي والفانك بموسيقى البوب العربية وإيقاعاتها الكلاسيكية ومقاماتها التقليدية. تراهم يستخدمون شعر محمود درويش أو أفكار إدوار سعيد، يمزجونها في الوقت نفسه بالثقافات الأمريكية الأفريقية المستمدة من المدن الأمريكية. غالباً ما تحمل أعمال الموسيقيين الشبان رسائل سياسية واجتماعية، ما يوقعها أحياناً في قبضة الرقابة وغيرها من المعوقات والمخاطر. ففي الخارج تصطدم أعمال هؤلاء الفنانين في بعض الحالات بالعنصرية ضد العرب والمسلمين، وفي بلدانهم يواجهون بأحكام مسبقة على خلفية الجنس والهوية وميولهم الجنسية. نواجه أحياناً مشاكل بسبب المواضيع التي نتناولها، إضافة إلى تمثيل شرائح من الناس نرتبط بها، وهذا ما يثير أحياناً استياء السلطات. وفي الآونة الأخيرة أصدر نارسي، وهو من أشهر المغنين العرب في المهجر، أغنية بعنوان فيك نيوز، يتناول فيها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول رعايا دول بينها بلدان شرق أوسطية إلى الولايات المتحدة.